مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. مساء الفل على حضراتكم ومنوريني ومشرفيني دايما في الأهلي والأهلي الليلة. أهلي الليلة إن شاء الله يكون معنا الأستاذ الكبير الأستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بالأهرام، بعد ما أقول لكم الأخبار عشان نتكلم في كل تفاصيل الأيام اللي فاتت. تعالوا الأول ألف مبروك أو مليون مبروك للمنتخب الأولمبي بقيادة النجم الكبير رمضان صبحي بالتأهله لأولمبياد طوكيو 2020. شرفونا يعني 23 سنة وتحت 23 سنة لكن شرفونا جدا جدا ورفعوا راس مصر لفوق. إن شاء الله كمان تكون الكأس من نصيب المنتخب المصري اللي يستحق. بصراحة كنا متخوفين شوية قبل البطولة من الأسماء اللي موجودة بحجم الأسماء اللي لعبناها، لكن اكتشفنا بصراحة كلنا إن احنا عندنا رجالة لو حتى سنهم صغير ورجالة كبيرة جدا جدا وتحملوا المسؤولية على أحسن ما يكون، وفرحونا جدا بالوصول للأولمبيات وإن شاء الله يفرحونا بالكأس بإذن الله. على عكس المتوقع تماما المنتخب الأول وعلامات استفهام كبيرة جدا جدا شفناها احنا كمصريين في المباراتين اللي اتلعبوا سواء كينيا او جزر القمر، يعني كان بصراحة نتيجة غير اللي كنا متخيلينها تماما. نتيجة في الأداء مش نتيجة في حتى لو كنا خسرنا وعملنا أداء كنا ممكن نطمن شوية ان الموضوع هيكون في الأحسن يعني في اللي جاي، لكن بصراحة كان الأداء مخيب للأمل. لكن بننتظر الكثير جدا من منتخبنا المصري الأول بقيادة الكابتن حسام بدري، إن شاء الله يعني يحققوا اللي احنا عايزينه ويطوروا الدنيا بسرعة جدا. المباراة جزر القمر إن شاء الله يكون في حديث كبير مع الأستاذ محمود صبري تحديدا في هذه المباراة. الجماهير كانت فرحانة جدا جدا إن فرقتها تعادلت مع منتخب مصر، لأن منتخب مصر اسم كبير قوي في أفريقيا. كون إن أنت عامل اسم وعامل تاريخ وعامل بطولات مصدرها لكل الخصوم، فالناس كانت فرحانه جدا ونزلوا الملعب، وزي ما حضراتكم شفتوا المنظر كان في الملعب عامل ازاي، الا لعيبه جزر القمر نفسهم هم اللي كانوا زعلانين قوي عشان كانوا عارفين مباراه كانت في متناول ايديهم وكانوا بيلعبوا خصم للاسف الشديد كان خصم ممكن ان هم يكسبوه وياخدوا 3 نقاط. عموما ان شاء الله القادم هيكون افضل، لكن لازم نحافظ على سمعتنا الخارجيه ان احنا فعلا منتخب عندنا تاريخ وعندنا بطولات وعندنا اصول كبيره جدا لازم نحافظ عليها. تعال اقول لكم اخبار الاهلي بسرعه قبل ما نستقبل ضيفنا الكريم الاستاذ محمود صبري. الدوليون بينتظموا في مران النادي الاهلي. في مران النادي الاهلي انتظم كل الدوليين، ان شاء الله عارفين النادي الاهلي عنده مباراه يوم الاثنين الجاي مع الجونه، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. وليد سليمان وعاشور بيكتفوا بجلسه في الجيم. عارفين وليد سليمان وعاشور خلاص ان شاء الله يعني محتاجين كل اللعيبه في الفتره اللي جايه. شفنا اصابات ان شاء الله مش هتكون اصابات مؤثره، خصوصا اصابه اجاي اللي اشتكى باجهاد، ان شاء الله يكون جاهز لمباراه الجونه باذن الله. لكن حسام عاشور ووليد سليمان اكتفيا بجلسه في الجيم، جلسه تاهيليه على هامش مران النادي الاهلي الجماعي. الاهلي زي ما انتم عارفين فاز على الاتصالات وديا بهدف نظيف احرزه النجم الكبير وليد ازارو، يعني عوده عايزين ان شاء الله يكون وليد كده يعني الهدف ده يعني يفكرك بيه ذاكره الاهداف وان شاء الله تكون هداف كالعاده زي ما احنا متوقعين تماما. ايضا النجم الكبير اجاييه ومروان محسن بيؤديان جلسه في الجيم، ايضا جونيور اجاييه ومروان محسن اكتفى بجلسه تاهيل في الجيم على هامش مران النادي الاهلي. قلت لكم ان اجاييه كان اشتكى من اجهاد في العضله الخلفيه، او اعتقد كانت العضله الضمه مش عارف بالظبط، كان اجهاد عضلي عموما، خلينا نتكلم في الاجهاد العضلي عموما اشتكى منه، عشان كده فضل ريني ان هو يريح اجاييه. كمان شريف اكرامي اكتفى ايضا بمران في الجيم، ان شاء الله كل اللعيبه دي باذن الله يعني حاجات كده يعني مش مقلقه ومش ما تخوفوش يعني من حجم اللعيبه اللي في الجيم، ان شاء الله ايام ويرجعوا في التشكيله الاساسيه للفريق التدريبي. ميشيل بيقود مران قوي جدا لمحمد الشناوي علي لطفي، دي الاخبار بتاعه حراس المرمى. عندنا 3 حراس على احسن ما يكون، الشناوي ما شاء الله ما شاء الله نمسك الخشب ان شاء الله كده على طول، الشناوي متالق دائما وبيزيد عن عرين المنتخب والاهلي كمان. كمان مع علي لطفي معاه النجم الكبير شريف اكرامي. كابتن سيد عبد الحفيظ والدينامو سمير عدلي بيتوجهان لتونس يوم الحد المقبل كالعاده، عارفين ان احنا دايما بنسافر قبل المباريات خصوصا الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي عشان نطمن على كل كبيره وصغيره في معسكر الفريق الخارجي. ان شاء الله سفريه تونس ان شاء الله ان شاء الله يفرحونا وان شاء الله تكون مسيره زي ما احنا بداناها باذن الله مع ريني فايلر. كابتن سيد زي ما قلت لحضراتكم
والكابتن سمير عدلي هيسافروا ان شاء الله لتونس يوم 24 المقبل لاستقبال البعثه هناك والاطمئنان على تنفيذ كل الترتيبات التي جرت خلال الايام الاخيره بالتنسيق مع السفاره المصريه في تونس واتحاد الكره التونسي. كابتن سيد وسمير عدلي بيقودوا البعثه باذن الله، او سافروا هيسافروا قبل البعثه بيوم، وهو الاجراء المتبع زي ما قلت لحضراتكم في النادي الاهلي دائما. مش سايبين حاجه بصراحه الكابتن سيد والكابتن سمير عدلي، مش سايبين اي حاجه. هقول لكم بالظبط كمان يعني حتى مواعيد التدريبات عارفين هتكون الساعه كام، وعارفين هتكون في اي ملعب. ان شاء الله تكون مباراه تكون يوم 29 على استاد رادس باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في مواجهه النجم الساحلي. كمان الاهلي بينهي اجراءات الاقامه وملعب التدريب في تونس زي ما قلت لحضراتكم، كافه الترتيبات الخاصه برحله الفريق لتونس استعدادا لمواجهه النجم الساحلي يوم 29 باذن الله في الجوله الاولى من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. اقول لكم الترتيبات اللي انهاها النادي الاهلي: حجز الفنادق، الملاعب، التدريبات، وسائل الانتقالات، كافه الامور الاداريه، وذلك من خلال الاتصالات التي اجراها الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره وسمير عدلي المدير الاداري للنادي الاهلي مع كل من السفير المصري نبيل حبشي ورئيس اتحاد الكره التونسي وديع الجريء. زي ما قلت لحضراتكم بنهتم بكل حاجه بحيث ان اللعيبه تكون يعني متوفره كل سبل الراحه، من هنا عارفين ان هيروحوا الساعه كام، يوصلوا الساعه كام، الفندق اسمه ايه، مواعيد تدريب الساعه كام، الملعب فين، الغداء امتى، الفطار امتى، العشاء امتى، كل حاجه يعني اللعيب بيروح مفرغ دماغه تماما للتدريبات وللمباراه. وده طبعا سمه من سمات الانديه الكبيره والكبيره جدا اللي هي دايما بتسعى للبطوله والبطوله فقط لا غير. النهارده كان في تكريم من جامعه حلوان للكابتن سيد عبد الحفيظ والنجم حسام عاشور كابتن النادي الاهلي، كان استقبال حافل من جامعه حلوان. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي وحسام عاشور كابتن الفريق الاول بالنادي الاهلي النهارده كانوا في ندوه رياضيه اقامتها جامعه حلوان تحت عنوان دور الرياضه في بناء الشخصيه برعايه الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعه والاستاذ الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب والاستاذ الدكتور اسامه النمر منسق عام الانشطه الطلابيه وتنظيم الاداره العامه لرعايه الشباب واسرتي ترحال وان تايم. استقبل مسؤول الجامعه وطلابها سيد عبد الحفيظ وحسام عاشور بالورود وشهدت الندوه حضورا كثيفا. طبعا حسام عاشور وسيد عبد الحفيظ اكيد هيكون في يعني حضور كبير جدا. كان في كمان يعني طرحوا اسئله، كان كل الطلاب بيسالوا عن النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، استعداد النادي الاهلي، والكابتن سيد عبد الحفيظ وحسام عاشور طمنوهم جدا جدا على النادي وعلى اللعيبه. رئيس جامعه حلوان اكد ان هو من مشجعي النادي الاهلي منذ ان كان الكابتن محمود الخطيب رئيس، او منذ ان كان الكابتن محمود الخطيب لاعبا في النادي الاهلي الى ان ظل رئيس النادي الاهلي الحالي. كان كمان وجه الشكر للكابتن سيد عبد الحفيظ وحسام عاشور على تلبيه الدعوه. كابتن سيد عبد الحفيظ اكد على سعادته بالتواجد في جامعه حلوان والتي تعد واحده من اعرق الجامعات المصريه وسط جمع كبير من الشباب، وانه شخصيا يعتز بكونه واحد من ابناء هذه الجامعه وخريج كليه التربيه الرياضيه بفرع الهرم. اشار كمان ان الرياضه واحده من اهم مقومات تكوين الشخصية الإيجابية التي تساهم في بناء وتقدم الإنسان، وأضاف أنه يتوجب على كل طالب أن يضع نفسه هدف أو يضع لنفسه هدف ويسعى لتحقيقه من خلال الاجتهاد والعزيمة، وهناك توافق تام بين أهداف النادي الأهلي، حط تحت الكلمة دي مليون سطر، توافق تام بين أهداف النادي الأهلي وأهداف التعليم والرياضة في مصر. أكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ طمن الجميع على لاعبي النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم استعداد الاهلي للمباراه القادمه، وعبر عن سعادته بتالق رمضان صبحي مع المنتخب الاولمبي. كان قائد رمضان صبحي بصراحه اكيد هنتكلم برضه عليه مع الاستاذ محمود صبري اللي هيشرفني بعد قليل. اكد كمان النادي الاهلي بيتمسك ببقاء كل العناصر التي تساعد على جلب البطولات. اكيد الطلبه سالوه عن تواجد رمضان هيكون مستقبله ايه الفتره اللي جايه، عشان كده الكابتن سيد يعني طمن الجميع. حسام عاشور ايضا وجه الشكر لقادات الجامعه على الدعوه الكريمه، مؤكدا على التحلي بالعزيمه، او ان التحلي بالعزيمه احد اسباب النجاح، واكد هو شخصيا انه تحلى بالاصرار لكي ينجح في كتاب مشواره مع النادي الاهلي.
شدد حسام عاشور كمان أن الأهلي سيبذل أقصى ما لديه من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لإسعاد جماهيره، خاصة بعد التدعيمات التي تمت في الفترة الماضية. كلام كتير جدا يعني مجمله ان كان في ترحاب كبير جدا من جانب جامعه حلوان للنجمي الكبيران كابتن سيد عبد الحفيظ والنجم حسام عاشور اللي كان بيستقبلهم جامعه حلوان. النهارده كمان كان في شكر كبير جدا من جانب كابتن سيد عبد الحفيظ وحسام عاشور لقيادات هذه الجامعه العريقه. حسام عاشور اتسال عن هينهي مشواره امتى واعتزاله هيكون امتى. حسام قال ان الموضوع ده لسه مش في دماغه خالص، وان هو بيتشرف بخدمه النادي الاهلي وهيكون كمان متواجد في النادي الاهلي بعد فتره او بعد اعتزاله في اي منصب يراه النادي الاهلي. ده كلام حسام عاشور. في ختام الندوه قام رئيس الجماعه بتسليم درع تذكاري لعبد الحفيظ وعاشور وسط هتافات الحضور للاهلي ومطالبتهم ببذل اقصى جهد للاحتفاظ بلقب الدوري والفوز ببطوله دوري الابطال الافريقي. حتى في الجامعات مفيش مشكله خالص، لو رحنا فين هيقول لك احنا عايزين بطوله افريقيا وعايزين الدوري وعايزين كل حاجه، ودي جماهير النادي الاهلي دايما طموحه وطماعه في اي حاجه بصراحه بسبب الثقه الكبيره في فرقتها وفي ادارتها، ودي حاجه طبعا يعني محسوبه ايجابيا لجماهير النادي الاهلي وبتحفز دايما لعيبه النادي الاهلي ان هم يسعوا للحصول على اي تتويج ايا كان بقى اسمه ايه. دي كانت الاخبار عن الكابتن سيد عبد الحفيظ واللي حصل النهارده في الجامعه. اخبار المنتخبات الوطنيه، كان في سؤال كيف سيشارك رمضان صبحي ورباعي المنتخب في الاولمبياد بعد تخطيهم 23 عام؟ كان سؤال مهم جدا. هقول لكم بسرعه اللعيبه اللي هم كانوا بيقولوا يعني تخطوا 23 عام. كان رمضان صبحي، محمد صادق، ناصر، ماهر احمد، رمضان بيكهام، وغنام محمد. اقول لكم اللوائح بتنص على ايه. اللوائح المنظمه للاولمبياد كره القدم بتنص يجب الا يسبق تاريخ ميلاد جميع اللاعبين المشاركين في الادوار التمهيديه والنهائيه للبطوله يوم 1 يناير 1997، يعني قبل 1 يناير الموضوع هيبقى صعب جدا. مع السماح لثلاثه لاعبين بالتسجيل في قائمه الفريق اللي احنا بنتكلم عليهم واللي احنا طرحنا اسمائهم على وسائل السوشيال ميديا، ايا كان بقى كان الناس بتقول صلاح، تريزيجيه، اكيد برضه هنتكلم مع الاستاذ محمود صبحي عن صبري عن الثلاث لاعبين اللي هو ممكن يشوفهم او الثلاث لاعبين اللي كل الجماهير بتتمنى تشوفهم مع المنتخب الاولمبي. لكن خلينا نقول ان اللوائح بتقول يوم 1 يناير 97 هو ده اليوم الفاصل، قبل كده مشكله لكن بعد كده مفيش مشاكل خالص. اقرب اللاعبين لليوم ده هو رمضان صبحي 23 يناير، يعني فرق 22 يوم 1997، عشان كده مفيش اي مشكله خالص بالنسبه للخمس لاعبين. هقول لكم كمان تاريخ ميلادهم 23 يناير 97، ده رمضان صبحي. احمد رمضان بيكهام 23 مارس 97، غنام محمد 12 مارس 97، محمد صادق 6 يوليو 97، ناصر ماهر 8 فبراير 97. اقرب اثنين رمضان صبحي وناصر ماهر، بس ده 23 يناير وناصر ماهر 28 فبراير، فبالتالي احنا بعيد خالص ويحق للاعبين المشاركه بدون ادنى مخالفه للوائح. الكاف بيشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على نجاح البطوله واثنوا على تنظيمها واثنوا كمان على الجماهير. كان عدد ما شاء الله ما شاء الله، يعني عدد تاريخي ورقم قياسي في الحضور بالنسبه للفرق اللي تحت 23 سنه، اعتقد كنا 70,000 او حاجه كده، يعني كان حاجه جميله جدا جدا، ودي العاده بتاعه الجماهير المصريه. دي كانت أخبارنا، وأكيد هنتكلم عن تفاصيلها ونتكلم عن كل اللي بدور في أذهان حضراتكم مع الأستاذ الكبير الأستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بالأهرام اللي هيشرفني بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، الأستاذ الكبير الأستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بالأهرام في ضيافة الأهلي الليلة. منور الدنيا يا صاحبي. أنت منور الدنيا. كل سنة حضرتك طيب. صح صح. يعني لما بيكون معايا كده شخصية زي حضرتك أكيد لازم بقى نطلع منها كل حاجة. ربنا يخليك. اسمح لي بقى إن أنا يعني إيه أحاول إن إحنا نطلع كل حاجة. كمان السادة المشاهدين عايزين يسمعوا من حضرتك كل اللي بيدور حول المنتخب الأولمبي، تقييمه فنيا، المنتخب الأول تقييمه فنيا، اللي بيدور في الشارع الرياضي ان هم قلقانين جدا المنتخب الاول،
برضو قلقانين شويه من الاداء المنتخب الاولمبي، حتى لو وصلنا لكن هنقابل فرق مستوى فني بعيد خالص. اه طبعا بالظبط. فالاول لازم نبارك للناس كلها على وصولنا للاولمبياد، انجاز حد ذاته. والف مبروك. لا الف مبروك والف مبروك. انا شايفه خطوه كابتن حميد على الطريق، على طريق انك انت ترجع. احنا بعاد في الفتره اللي فاتت دي كلها، يمكن خساره امم افريقيا على ملعبنا امر في حاجه يعني غريبه جدا. لو جينا يعني مسكنا ورقه وقلم وحبينا نتكلم في الامور دي، من وجهه نظري كان الكلام ده يتم بعد كاس العالم في روسيا. بعد اللي حصل في روسيا كان بعد، والضجه اللي حصلت كان المفروض يبقى في قرار، كان يبقى في موقف. انت رحت روسيا ليه؟ عشان بس تقول انك انت وصلت كاس العالم وخلاص يا جماعه هو ده هدفنا؟ على ما يبدو انه هذا هو كان الهدف. فتيجي ترتيبك قبل الاخير، قبل بنما، ده شيء صعب جدا عليه طبعا، على 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 دوله علمت افريقيا الكوره طبعا. يعني لما تيجي تقف، لو الناس بتحدد صح، كان تيجي تقف وتقول ايه اللي حصل، ايه السبب، وليه ليه نتغلب في الثلاث ماتشات، ليه بالصوره دي حاجه برضو ايه. واحنا انت عارفنا بقى اساتذه وهواه في الاشاعات وصناعه المؤامرات الجميله جدا. الكره المصريه في محنه، في محنه. طب مين المسؤول عنها؟ اللي بيديرها اكيد. لما تيجي انت تفتح لي باب الاحتراف على مسرحيه وناس تاخد مكان اولادي وابنائي وبتربي المنتخبات اخرى، مع كامل احترام للاحتراف والكلام ده كله جميل، بس ايه هو الاحتراف يا جماعه؟ انت عندك مدرجات خاويه وطولها لو مؤاخذه يعني ميته، يعني ايه ما عندكش الجو اللي انت بتحكي فيه انه كامل العدد وفي مقابل رعايه مرعب وفي استوديوهات تحليليه. حضرتك عايز تقول ان انا اجني ثمار الاحتراف ما يجيبليش بالسلب. ما يجيبليش بالسلب طبعا. بالظبط. يعني لما تقول لي اربعه محترفين يا فندم بتجني من الاحتراف. طبعا. لا ما انا بتقول لي اربعه محترفين واثنين من مثلا من سوريا وسماح برضو من فلسطين وممكن من اليمن لو امكن، وبعد كده شمال افريقيا. طيب هل في حد جه سال سؤال؟ احنا عمالين نجيب لعيبه من هنا ومن هنا، حد فكر ياخد لعبتنا؟ يعني ليه اللعيب المصري ما يتمش يعني اذا كان عندنا لعيبه؟ هل مثلا انديه الشمال الافريقي مثلا في تونس والمغرب يعني شايفين عندنا حد مش قادرين ياخدوه؟ مش شايفين حد عندك. مش شايفين حد هيضيف لهم حاجه هم ناقصينها. تمام. ما هو انت ايه؟ بتجيب حد عشان يعلي لك جزء انت تعبان عنده. ده سؤال مهم جدا، خلي بالك. يعني انت ما خدتش في بالك خالص انه الناس دي ما بصاش عليك اصلا؟ انت مش في حسبانها؟ طب ليه؟ انا بقول لك اهو، بص شوف انت، شوف انت عندك كام عدد المحترفين اللي مع كامل احترام من المغرب، من تونس، ها؟ من الجزائر مفيش، ما عندناش حد من الجزائر اعتقد، لا مفيش من الجزائر. لا اعتقد. انت بتركزك على تونس والمغرب. وكل يعني الغالبيه ممكن يكون لعيبه منتخبات وممكن ناس ثانيه هي كانت في منتخب وخرجت او مش اساسيه يعني او ما انضمتش. طيب هل الاخوه في تونس والمغرب احنا احسن منهم؟ يعني هل هم ما فيش حد عاجبهم كده خالص يعني مثلا؟ حتى اللعيب الوحيد اللي قدر يلعب في النجم التونسي رجع عمرو مرعي. ما كملش هناك وما ما نفعش. طب ما يمكن مش طموح اللعيب المصري يا اسمح لي يا فندم. مش طموح ازاي؟ مش طموح. لا مش طموح يعني. لا انا اسالك سؤال. لا طب. انت بعد 2015 مين اللعيب المحترف اللي طلع عندك؟ بعد محمد صلاح وحجازي واحمد حسن كوكا وتريزيجيه، ها؟ بجهده. تمام. يعني مش لا ده كان عنده هدف قاعد يقاتل عليه وهنا ويرجع، لا ما رجعش، لا هكمل، راح تركيا عمل ربنا وفقه طلع بره. فين فين يعني ايه الهدف؟ يعني انت بتعمل ده كله عندك هدف ولا ما عندكش؟ يعني انت بتفكر؟ طب انت فكرت قلت المنتخبات العربيه ما جاتش في الاولمبياد كاس الامم، هل هم ما فكروش ان هم ما وصلوش؟ طب انت ما فكرتش كاتحاد كوره سابق مثلا ليه احنا بعد عن بطولات كاس العالم للناشئين وبطولات افريقيا للناشئين والشباب هنا؟ يا نتكلم صح يا بلاش نضحك على بعض. يتطور وعندك منظومه عاوز ترجع تتسيد الموقف، ها؟
بص المشهد رايح فين. جميل. بعد بطولة افريقيا اللي كانت هنا واللي عمله منتخب الجزائر، شوف منتخب مدجج بالمحترفين، خلاص بلد عندها 60 70 80 90 لاعب محترف بره، تمام، عايشين بره وتقدر تختار منهم، انت ما عندكش حد. انت صنعت المجد بالدوري المحلي، ومن فكرة الدوري المحلي استسقط زامبيا فكرتك عن طريق هيرفي رينار، جرب نفس، ترك المحترفين وجاب اللعيبه ده من خد بطوله افريقيا اللي كانت حلم زامبيا في اعلى مستوياتها الفنيه في 94 في تونس بعد سقوط الطائره، ولم يبقى غير نجم المنتخب وقتها الوحيد اللي هو ما ركبش معاهم الطياره وقعت في الجابون، ووصل المباراه النهائيه لو كان خسروا قدام نيجيريا. تمام. كالوش ابو علي. كالوش. اللي انا عايز اقوله في المجمل انه يتطور يا اتحاد لتطوير اللعبه ونشرها وبتاع، يا اما اتحاد لجمع الفلوس. يعني انت عاوز تجمع فلوس بس هيقدر المنظر وتاخد اللقطه، ولا انت بتطور لعبه؟ تطوير اللعبه بيتم من تحت. كون اتمنى من القائمين على الاتحاد، يعني اللجنه يعني القائمين المسؤولين عن اتحاد الكره حاليا ومن وزاره الشباب والرياضه اللي بتحاول تبذل تعمل مشاريع البحث عن المواهب الموهبه والكلام كل ده كلام على عيني. لكن لاعيب الكرة الحقيقي مش يا جماعه الموهبه الحقيقيه مش هتدفع فلوس عشان تجي لك، مش هيدفع 300 400 جنيه في الشهر عشان مش دول، لا عشان لا ده لاعيب الكوره ده بتيجي كده نظره عين، يعني لقطه واحد اصلا انت بتدور عليه عشان تلمعه وتجيبه. احنا بلد ما ينفعش تعدادنا داخل في 100 مليون وتقول لكل المسجلين في اتحاد الكوره ما يكملوش 50,000. 50,000 دي مصيبه في حد ذاتها، قاعده ضعيفه جدا، قاعده ميته، وانت عملت موت فيها اكتر. يعني انت بدل ما تستفيد من عقود الرعايه الكبيره جدا وتنشر اللعبه في الاقاليم وفي المحافظات وفي القرى وفي النجوع وتعمل شغل كبير جدا وتصرف عشان تدور عشان تبحث عشان تجيب عشان يبقى عندك هدف، ما بقتش الرياضه تصرف عليها. لا، الرياضة أصبحت صناعة، ونقعد نكرر الكلام الجميل جدا والصناعة واقتصاد ونربط يا جماعة ماشي، بس الفعل على الأرض يحتاج إنك أنت يبقى عندك تطوير في المنظومة يا كابتن. طبعا. مدربين؟ يعني إيه؟ أنت بتدور على قبل ما تدور على لعيبة تبناني الأول مجموعة من المدربين يجي حد يعلمهم. ده اللي كنت أقوله. يعني لازم يبقى عندك إيه؟ أنت محتاج مدربين دلوقتي. بص على منتخب جنوب أفريقيا في مباراته إمبارح معانا. هو نفس طريق لعب منتخب الاول، كره باللمسه واحده والسرعه والخفه يعني بص يعني بناء رائع يتم من الخلف وبناء جمل فنيه في لقطات سريعه. انت ما بتقدرش يعني انت حتى المحاولات الالتحامات والكلام ده كانت هم الانتصار فيها لصالح لعيبه جنوب افريقيا اقوى منك. احنا بس ربنا كان الجمهور والحماس والبطوله في ايدك ويمكن لما انت تخليت عن خوفك في بدايه الشوط الثاني ربنا اداك المباراه. يعني انت لما خلصت من خوفك من منتخب جنوب افريقيا اللي انت خايف منه فانت المباراه جت معاك، هتلقى في 51 وفي 53 وفي 59 ضربه الجزاء خلاص الماتش بقى بتاعك. تمام. في 84 في 89 الدنيا اتحولت. تمام. لكن هنا بقول لك انك انت ايه، خد من تجربه الاولمبي دي وابني، يعني ما توقفش عند الجيل ده خلاص دول خلاص عملوا، يبقى احنا يعني نكمل بيهم. ما تقوليش اصل هناخد منهم 6 7 الكلام اللي بيتقال ونعمل نبني على المنتخب الاول. يا جماعه مش يعني يا جماعه مش ده الكلام يا جماعه، مش ده يعني ما ينفعش تقول يعني نلغي المنتخب الاول يعني نموت الناس اللي موجوده فيه. احنا في حاله من عدم الثقه والتراجع والكلام ده كله في المنتخب الاول، لكن انت اساسك ايه؟ بناء شخصيه مدرب، بتدور لازم على مدربين، مدرب تشوف مين الناس تجيب خبراء على مستوى عالي يا توديهم يا تطلعهم. اهم حاجه المدرب. وانا بكلمك اهو انت محتاج. لا كرة القدم على فكره يا كابتن وانت راجل يعني لعيب كوره و يعني وشفت وتعاملت وتدربت مع حد بحجم مانويل جوزيه وشفت، قول لي مين الفرقه اللي انت مثلا بتحب تتفرج عليها في الدوري المصري؟ يعني تحس ان في كوره، الكوره اللي احنا ايه بنقعد نتفرج عليها هتقول لي اوروبا، اقول لك اوروبا في حته واحنا في حته. افريقيا حتى دلوقتي برضه هتلاقيهم في حته واحنا برضه لسه. تمام. انت محتاج تبني
وتبني بسرعه حاجات تتاخد وتكمل، مش بقول لك هات من الصفر، بس انت لازم تبقى شغال في عندك مشروع ليه هدف انك انت بتبني من الصفر. النهارده وصل المنتخب الاولمبي لخطوه مهمه جدا، ان احنا رجعنا الاولمبياد، وعايز اقول يا جماعه الف مبروك، واحنا عندنا مباراه نهائيه يوم الجمعه ان شاء الله ربنا يتمها بالخير وناخد البطوله. بس محتاجه بقى هنا وقفه بقى، تحليل اداء المنتخب في مشوار التصفيات، يكون في مصالحه. في ناس بتحب بلدها، في ناس بتحب ان احنا لما نروح في يوليو 2020 يبقى عاوز اقول ان الكره المصريه جت هنا وتركت بصمه هنا. مش عايز تمثيل مشرف، مش عاوز، لا خلاص انا ضد الكلمه. اللي حصل في 64 كنت خدت رابع، 64 في طوكيو تمام، الكره المصريه وقتها خدت رابع. طيب ليه ما يبقاش عندنا طموح؟ هل احنا اقل من نيجيريا والكاميرون خالص والسنغال خالص؟ والله ها، والناس دي اللي خدت الميداليه الذهبيه وخدت فضيه وعملت نتائج. هل انت ما عندكش هدف؟ يعني انت وصولك هو ده الهدف وخلاص، شكرا ان وصلنا وخلصنا كده يعني، ولا يعني في سياق كلام حضرتك لازم نستغل الدوافع اللي جوه الولاد. الولاد عارفين ان هم لا احنا نروح ونوصل ونجيب حاجه مهمه جدا. وابرز نقطه في المشوار ده بامانه شديده رمضان صبحي مصطفى محمد. بالظبط، رساله للمتعصبين، رساله للمتعصبين ومن زرعوا التعصب. احنا عندنا الفتره اللي فاتت زادت نسبه التعصب بصوره مرعبه ومخيفه. اللقطه اللي ما بين الاثنين قتلت حاجات وحشه كتير عند ناس. لقطه كانت مهمه جدا محتاجه، والمصور اللي اخذ لقطه الاثنين مع بعض بارع ومبدع. دي لقطه احنا كنا بندور عليها، عايزين نقول له شكرا ليك انك انت عملت حاجه زي كده، لانه احنا ما كترناش على بعض. يعني ما كترناش على بعض، يعني طول عمر الاهلي والزمالك مع بعض في احترام وفي منافسه، لكن ما وصلتش من السوء من اللي بيحصل في الفتره اللي فاتت. يعني شيء بصراحه يحتاج الى وقفه، يحتاج الى تطبيق قانون، يحتاج الى حاجات كتير عاوز ترجع. لابد لابد من اعاده كره القدم لطريقها، يعني ترجع لنا انا انت تشجع فرقتك وانا اشجع فرقتي، لكن ما ينفعش اللي حصل انه مثلا الاهلي بيلعب نهائي افريقيا مع الترجي فيقوموا ناس يبلغوا الترجي الحق ده في كذا مثلا في اللي حصل امام الترجي السنه اللي فاتت، وما ينفعش مثلا الزمالك هيلعب مثلا نهائي الكونفدراليه مثلا مع نادي البركان وانا ابلغ مثلا المنافس ده، بيضحكوا علينا. ايه اللي حصل لنا؟ مصلحه مين بنعمل كده في بعض؟ وليه كترنا على بعض؟ فانا عايز اقول يا كابتن احنا محتاجين فعلا. انا عندي كل الاجابات بس طبعا انا متحفظ عليها، انا عندي كل الاجابات والاجابات باينة لاي حد. اللي عايز اقول لحضرتك انه اللحظه اللي احنا بنعيشها والتجمع الجميل ده بتاع بطوله افريقيا ده شيء كويس جدا، بس بعدين بعد ما تخلص البطوله وهيطلع ألف واحد هم اصحاب الفرح، ها نقطه من وجهه نظري حل الاداء المنتخب، ايه اللي هيحتاجه من عناصر الثلاثه اللي مصر كلها دلوقتي 100 مليون محلل بيقولوا بيرشحوا الناس، يعني ممكن يكون شوقي غريب نفسه لسه ما قررش حاجه، ده بفكر في مباراه الكاميرون وكوت ديفوار، قصدي في المباراه النهائيه، يعني عنده مواجهه صعبه جدا يعني احنا مستعجلين. طب لما ننتهي البطوله نفكر، لكن انا عاوز اقول ايه يا جماعه، نبص على الاخطاء اللي تم ارتكابها، نبص على الاداء التكتيكي للفريق في الملعب، الرسم التكتيكي للكره في الكره المصريه فين، شخصيه اللاعب المصري، شخصيه المنتخب المصري. اذا كنت عاوز تبني يا تبني على المنتخب ده وتكمل، يا اما بقى يبقى زي اي حد هناخد 3 4 لعيبه ونطلعهم المنتخب الاول عشان نكمل مشوار وخلاص رحله وانتهت. ماشي، ما هو المنتخبات الاولمبيه بتبقى رحله مع انتهاء البطوله ايه الدورات الاولمبيه، ماشي، لكن كاس بيبقى لما بيبقى مكسبه انه كسب 3 4 5 6 مواهب، عندك 6 إلى 7 مواهب في المنتخب الاولمبي الحالي. عايز اسال حضرتك سؤال، اه انت كم مره قلت الكلام ده؟ يعني مع اختلاف المواقف قلته من سنه كام؟ ده قلته كتير والله، وقلته بزياده بعد ما كنت مع المنتخب في روسيا. طيب لانه صعب، لانه انا صعب، انا عاوز حاجه، لانه معلش انا هقطع، لانه انا يعني واحنا قاعدين في المدرجات
حسيت ان احنا قليلين قوي، يعني قليلين جدا. لا المفروض احنا احسن من كده. احنا لما نخسر من اوروجواي 1-0، نخسر من روسيا 3، وبعد كده نخسر من السعوديه 2-1، والمباراه كانت معانا وفي جيبنا وكنا مخلصين. ها كمان هي تقول لي هي دي الكوره، اقول لك اه هي دي الكوره، بس مش، لا مش معنى احنا هي دي الكوره. لا مش هي دي الكوره، مش هي دي الكوره خالص. لا لا احنا غير كده خالص. واللي حصل حصل. عارف حضرتك لو كنا قيمنا المنتخب بعد ما صعدنا كاس العالم، قيمنا ادائنا اللي حضرتك بتتكلم فيه دلوقتي، ان احنا نقيم اداء المنتخب الاولمبي دلوقتي عشان نشوف احنا رايحين فين في الاولمبياد، نشوف بقى احنا هنبقى نشتغل مع الناس دي ازاي. لو كنا قيمنا منتخبنا بعد صعودنا لكاس العالم وقبل ما نروح، لو كنا قيمناه بمصداقيه الناس بتفهم، لا كان هيقولوا لا كان لازم يبقى في تغييرات كبيره جدا جدا عشان نعرف نواجه الناس اللي احنا رايحين نلعبها، نواجههم بفكرهم. اه طبعا ده اللي حضرتك بتتكلم فيه. ما ده اللي بتكلم فيه والكلام ده بنقوله كتير. وعاوز اقول لك انه بامانه شديده اتحاد الكوره يا جماعه، يا جماعه بامانه شديده اتحاد الكوره لا عاوز تطوير، بس مش عاوز ناس، يعني مش عاوز اقول ايه، يعني مساله الرسمه والاتهامات اللي مثلا الاتحادات كل اتحاد بيبقى له فيه ايجابيه وفيه سلبيه. يعني مش عاوزين، عاوزين نخرج من دايره دايما احنا محضرين انه فلان متآمر مع فلان وفلان، يعني عاوزين نخرج امتى يعني نتخلص من الذهن الفاسد في المسائل دي. انت محتاج ناس تكون بتحب بلدها وبتحب انها تنجح. حضرتك بتتكلم كلام مهم جدا. ما انا بكلم بقول لحد يعني خلي بالك احنا خرجنا بره الموضوع، بس انا الكلام الكلام اهم من اللي انا كنت بسالك فيه بصراحه. بلا. تحب حضرتك، حضرتك انت اللي بتصدر لي حاله الشك. انا مش، انا يعني كل الجماهير دي مش جماهير مريضه. انت اللي بتصدر لي حاله ان انا اشك فيك. طبعا. وبالتالي انا بقول لك لا في حاجه وفي حاجه، في 1 2 3 4 5. فانا لو انا مطمن لك وشايف الدنيا ماشيه كويس، طب ما انا هبقى مبسوط، لان انا مصري وعايز زي ما حضرتك بتقول مش عايز ابقى مكسور اتفرج على منتخبي وانا رافع راسي. فانت اللي بتصدر لي لما في كل منظومه فيها حاجات سلبيه وحاجات ايجابيه، مش حاجات سلبيه بس. لا في حاجات انا نفسي الاقي حاجات ايجابيه. انا عاوز اقول لك على حاجه اتفضل. ما وصل اليه الحال هو انه احنا تركنا القانون جانبا ولجأنا الى الحلول. العادة العرب تمام، ده القانون للضعفاء عشان بس ما نضحكش على بعض. جميل قوي. القانون في مصر ما ده الحقيقه ماشي، دي الحقيقه اللي كانت على تمام. على اسال اي احد في كره القدم، قانون يعني مثلا بص على الحكام، تجد الحكم عند مواجهته اللاعب الاهلي والزمالك مختلفه تماما عن الانديه الثانيه اللي ما عندهاش جماهير ولا اعلام. تجده اسد جسور، وعند الانديه الكبيره وجماهيرها تجد الحكم ينظر امامه وخلفه في المدرجات ومن وراءه حتى ياخذ القرار. يعني بتبقى العمليه ايه؟ العمليه واضحه، والناس خلاص ما عادش ينفع تضحك عليها، مش هتعرف تضحك خلاص. تمام. انت دلوقتي على الهوا. تمام. صفحات السوشيال مش هتسيب هفوه. تمام. باللقطه. هو بدل الكاميرا بقى في مليون كاميرا في مليون الحق. كاميرا كله قاعد بيتفرج عليه. بالظبط. محتاج بناء شخصيه في كل حاجه كمان. يعني عاوز اقول لك موضوع كبير جدا لو قعدنا نتكلم فعلا. يعني عاوز اقول لك ايه الموضوع، عاوزين نتكلم صح لمصلحه اللعبه دي. يا جماعه المفروض نكون في مكان احسن من كده بكتير بكتير. انا معاك، احنا عندنا ما ينفعش نقف جدا يا استاذ محمود، ما ينفعش نقف على 1 ولا 2 ولا 3. لا ده الموضوع اكبر من كده، موضوع اكبر من انه يعني احترام للعبه. ما تقوليش هبدا الدوري بالجمهور وتوقف لي الدوري شهر عشان بطوله افريقيا، مع كامل احترام لصاحب القرار. طلعت النتيجه اللي بيقوله كابتن حسام بدري، يعني الدوري واقف انا اعمل ايه؟ ماشي الدوري واقف، ومين اللي وقفه؟ ما اللي قايمين على المنتخب الاول. يعني اتحاد الكوره انا بصراحه مش مع مش لا بص حضرتك مش مبرر لا مش بتكلم مش مساله المبرر، لكن انا بكلمك على اقول لك ايه؟ على انت مبارتين، مباراتي كينيا وجزر القمر المفروض يتشطبوا كده، يعني بص يتشطبوا من تاريخ المنتخب الاول. لو جينا اتكلمنا هنتكلم عليه، هنتكلم عليه، بس تعالى نقفل ال هو مش احنا ملف فتحنا. احنا بدانا فيه يعني صفحه لسه احنا خلي بالك دخلنا في كل حته ونزلنا وطلعنا. ها بس حلو. اه بس حلو، احنا اتكلمنا في حاجات اه نزلنا وطلعنا، بس حاجات مهمه جدا. وامتى امتى بقى نقول نقف ونبني؟ اه امتى؟ شايف امتى؟ دلوقتي
بعد ما طلعنا اولمبياد داخلين لا دلوقتي على بطوله افريقيه. بص عاوز اقول لحضرتك على حاجه، احنا دلوقتي منتظرين يا كابتن احمد، مش انتخابات جايه السنه الجايه ولا مفيش بعد الدوري الاولمبيه؟ هيبقى في انتخابات، في انتخابات لاتحاد الكره حاليا. تمام. بيتم تقليص عدد الجمعيه العموميه لاتحاد الكره، تصل ل 100 نادي، 102 105. طبعا ده كله الكلام ده ايه؟ على حساب ايه؟ على حساب انديه الغلابه، على حساب انديه الغلابه. طب هو ده الحل يا فندم؟ المشكله فين؟ ماشي احنا مطالبين بالكلام ده. طيب بقول الاستاذ عمرو الجنيه، انا عاوزك تعمل حاجه واحده بس، نعمل حاجه واحده بس وشوف يعني ايه، وعندما تترك اتحادك شوف الناس هتعمل ايه. وكانت بايده رغم انه جه في وقت ضيق بامانه شديده، وهو راجل يعني مش عاوز اقول تخصص، هي مش فهلوه يعني. لماذا لم يتم انشاء رابطه الانديه المحترفين للدوري وفصل الدوري بمسابقاته بكل حاجه بعيد عن اتحاد الكره؟ انا كنت متوقع منهم كده، ده الشيء اللي كنت متوقع ان هو يعمله. ما تحسب له، بقول لك اهو، هتعمل حاجه واحده، هتريح، هتجيب لجنه هتدير بمقابل، هتجيب لجنه حكام هتدير بمقابل وتتحاسب، هتجيب لجنه مسابقات هتدير بمقابل. بالظبط. هنخرج من دايره ابيض واحمر واصفر واخضر. بالظبط. هتدير ناس، هيبقى عندك بطوله ليها رسمها واضح، ليها مقابل مادي يستحق. قول لي بطل الدوري بياخد كام؟ قول لي اللي بيتاهله من الدرجه من الممتاز به بياخد كام؟ في الدوري الانجليزي بياخد 150 مليون جنيه استرليني. يعني السوفيتا لما طلع خد 150. احنا بناخد احنا بناخد 150 جنيه، ماشي؟ فاللي انا عايز اقوله لك ايه؟ حاجة واحدة بس كانت ايه؟ طب بعد كده دخلنا في مشكلة كبيرة وتأجيل المباراة ولا مش عارف مين ونلعب والحركات اللي بتتعمل، ما هو ده خلاص. أنا معاك في إن الحركات اللي زي دي بيتم فيها بتدي فرصة ذريعة، هنا يبدأ الشك. خلاص؟ ده اللي بكلم حضرتك فيه. أنا مش مختلف معاك. أنا عاوز أقول ايه؟ إنك أنت بإمكانية، والله نقدر نعمل موسم قوي، والله نقدر نعمل دوري قوي، نقدر نعمل مسابقتين مش مسابقة واحدة، تعمل دوري ممتاز ألف والممتاز ب، وكمان يقدروا يسطروا أساميهم بمايد. ما أنا بكلمك أهو مسابقة، أنا بكلمك أهو مسابقة. إحنا واقفين دلوقتي على فين؟ عارف أنت عارفين إحنا بنروح فين؟ وأمتى هيطبقوا حكم الفيديو؟ الفار. يا جماعة يا جماعة، ده عظماء التحكيم في العالم بدأوا ينتقدوا حكم الفيديو، قال لك أفقد اللعبة. شوفوا المعركة اللي شغالة في الدوري الإنجليزي. يعني شوف المعركة اللي شغالة في الدوري بعد تطبيق الفيديو دلوقتي وبوضع مختلف، ما بيروحش يبص على الشاشة، ده الشاشة في الملعب. يعني بيبص يا تسلل مش تسلل يا هدف على طول، ما فيش رغم إن هم إيه دي عاملة إيه؟ عاملة عندهم مشكلة. النقلة 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 محتاجة، بس احنا عندنا اسف يعني في التعبير عندنا بلاوي قبل الحكم الفار بكتير. ما انا بكلمك يعني الناس بره خلصوا حاجاتهم، عايزين بقى حاجة كمان يعني ترفيهية يعني لكن احنا عندنا عايزين نبني اساسا نبني البيت اساسا. ولما تبني الفار هتعتمد على مين؟ لا نبني البيت الاول بعد كده. انا بكلمك، ما انا بقول لحضرتك يعني بقول لحضرتك ايه؟ انك انت محتاج مسابقة منتظمة، محتاج انك انت يبقى مثلا الموسم ده يعني يطلع يعني بعد دراسة وتفكير المفروض يطلع تحت الكورة انه بدأ الموسم. خلاص الموسم خلص، الموسم ده بدأ خلاص، مشيت اللعبة. الموسم اللي جاي يا جماعة هيبدأ رسميا طب لجنة الاندية وشروطها، وتجيب وقعدنا نجيب خبراء من انجلترا ومن المانيا وراح وجاي وتعالى، وفي الاخر النتيجة ايه؟ النتيجة ان كل شيء اصبح كما هو. كرة القدم المصرية تراجعت، محدش واخد باله. ده كلنا واخدين بالنا والله. ها؟ كلنا والله العظيم محدش عارف، شايفين المسألة انها تمشي كده. ممكن حضرتك تقول المسؤولين مش واخدين باله، لكن كل لا انا بكلمك على المسؤولين اللي قائمين عليها. يعني عاوز اقول لك ايه؟ القائمين والمسؤولين يا جماعة، لا احنا نستحق نكون في مكان احسن من كده. ولازم بعد البطولة ادي الدوري راجع اهو. ايه اللي دي يا جماعة ان الجمهور يرجع؟ يعني اسأل، ما هو الجمهور بيدخل اهو يا جماعة. الجمهور لا امبارح 70,000، ده حاجة ما حدش كان يتوقعها أصلا. الجمهور بعد ربنا سبحانه وتعالى وفضله علينا كان سبب رئيسي في اللي احنا وصلنا له. الدفعات اللي بيديها اللعيبة والتشجيع اللي مش طبيعي. خلي بالك ده الجمهور، ده هو اللي بيديك الخبرة يا كابتن. بالظبط. عايز أفهمك على حاجة.
طاقم التحكيم الحكام الجداد اللي طلع في الفترة 5 6 سنين، تقدر تقول لي في حد فيهم يقدر يحكم ملعب 70,000؟ يترعب. كان شخصية بقى فولاذية. ما انا بقول لك اهو. ها؟ طبعا. قول لي كده هيتحمل الضغط ده؟ اللعيبة اللي ما شفتش جماهير. ما انا بقول لك اهو. ما انا بكلمك اديني بقول لك اهو. بدليل انك انت لما رحت ولعبت فاينل ترجي السنة اللي فاتت الأهلي. انت ملعب او اجواء احنا مش عارفين نتكلم عنها ولا تعرض له الاهلي، كل ده مش عاوز اقول مبررات، بس عاوز اقول لك شفت الجمهور كان عامل ايه. انت ما لعبتش في قدام جمهور زي كده في بلدك، يعني الاستاد بتاعك مش مقفول عليك، بالعكس 10 20 30. الجمهور انت مديله الثقه والناس عايزه اديها. فاللي انا عايز اقوله الناس ممكن تنظم كمان نفسها. لا انا بقى ما احنا بنتكلم ما هنخش في يعني الموضوع هيبقى شغل كتير يا كابتن. فرصه للاستاذ عمرو الجنايني وللمجموعه اللي معاه ان كنت ممكن يتكتب ويتقال جه في سنه من السنين مجموعه عملت نقله. والله ايه العظيم. النقله والله العظيم النقله ايه يا جماعه؟ انه خلاص تم اعتماد رسميا انشاء دوره رابطه محترفين. حاجات كتير في ايديهم زي ما حضرتك بتقول. ماشي رابطه الدوري وخلاص اتحسم الموضوع. طب يا جماعه الدوري هيبقى 18 ولا هيبقى 16؟ احنا مش عارفين هيكمل بال 18 ولا هيخليه 20؟ ها؟ ولا هتكمل بال 14؟ يعني برضو ايه؟ اصل كان في كلام لو تفتكر لما اتعمل الدوري 20 انه كان هيبقى 18 بقي 18، بعد كده قال لك هيبقى بالزبط. الموسم اللي بعديه 16. بالظبط. وبعد كده قال لك ممكن نفكر نخليه 14. خلاص؟ كل الكلام ده راح فين؟ انتهى، ما تعملش منه حاجة. الفرصة ما زالت متاحة؟ نقدر احنا بنمر بمرحلة بعد ما وصلنا للقمة كان طبيعي جدا لازم تتوقع الوصول للقمة يتبعها هبوط. بس في هبوط بتيجي على جدور رقبتك، وفي هبوط وانت نازل بتنزل وانت واقف على رجليك. بالظبط. تحصل لك هزه. بالظبط. احنا جينا على جدور رقبتنا. انت بتفتقد حاليا يعني ايه النجوم. نجوم دلوقتي بنجوم ارقام. ده ب 50 وب 60 وب 70. لكن لما ارجع يعني اقارنهم بما قبل ال 2010 لا ما فيش مقارنه. حضرتك قلت في سياق كلامك اصل هي مش كنت تتكلم عن الدكتور عمرو الجنايني وادارته لاتحاد الكوره في الامام الخماسيه. تقول ان هي يعني مش فهلوه، يعني مش الموضوع مش معضل. لا مش معضل. حضرتك مع الراي اللي بيقول ان الدكتور عمرو الجنايني كان لازم حد يكون عنده درايه بكره القدم، حد لعب كره قدم، ولا هي الاداره في حد ذاتها زي ما حضرتك بتقول كده مش معضله طالما انا بعرف ادي؟ بص حضرتك، هي مش شرط لعب كره القدم يبقى يعني خلاص يبقى هو المسؤول عن كل حاجه. جميل. لا، ممكن الاداره الناجحه، الشخصيه القويه. يعني لما جه الكابتن عصام منعم ربنا يديه الصحه سنه موسم 2004 2005 اتعمل موسم تاريخي. تمام. دوري بدا في كذا ده كذا وانتهى في مايو. تمام. اللي هو بعدها بدات نهضه الكوره في مصر، بعدها بدات النقله اللي حصلت بقى، وتم اختيار الكابتن حسن شحاته، والاهلي كان سيطر على افريقيا بامتلك افضل لعيبه، وكان في دوري منتظم وجمهور، وقول زي ما انت عايز. تمام. كان في حد عندنا 5 6 سنين مثلا بعدها خلاص مفيش حد شايف. دي حقيقة. بطولات. دي حقيقة. ورغم ذلك يعني لم يكن التوفيق حليفهم ان هم يروحوا ايه؟ كاس العالم. نصيب. سبحان الله اتعمل بقى في الفيفا حاجات يعني احنا ايه تقول كذا و تمام تمت حاجات كده سيب وانا سيب. تمام. تمام. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ انه اتعمل الكلام ده في ظروف ها؟ مش عاوز اقول اصعب من دي. لا مش اصعب من دي. يعني وقتها حتى لما اتعملت الجمعيه العموميه وجماعه وخلوها 80 وبعد 85 وبعد كده تصعيد، بعد ما مشي الكابتن الصام رجعت الجمعيه العموميه ايه؟ تدريجيا ليه؟ كل واحد بيرجع ايه؟ لانصاره والحبايب وخلاص. الموضوع مش الموضوع زي الانتخابات النيابيه. علاقاته بتجاملني وبروح لك فرح ومناسبه وبتاع، اللي معاهم الاصوات بيعملوا كده مش تمام. يعني وابقى واقف معاك بس انا مش هو مش في ذهن، وانا مصلحتي بتقضي مع الكابتن ميدو فخلاص انا مع الكابتن ميدو. انا مع الكابتن ميدو. لكن عيب قوي لما صوت
الاكثر يعني الفريق الثاني الاكثر تدهنيه في مستوى العالم يتساوى بمركز الشباب. واوضتين وصاله، لما الاهلي يتساوى صوته، لما الزمالك يتساوى صوته، لما الاسماعيلي يتساوى صوته، لما الانديه المحترفه دي يتساوى صوتها باي حد، لا ده انت كده مش عاوز تطلع قدام خالص. تمام. خلاص اخش معاك الجامعه وايه يا عم انا صوتي زيك. ايه يعني؟ ايه الفرق بينه وبينك يعني؟ تقدمت ايه يعني؟ يبقى هنا في منظومه غلط. لابد من فصل الدوري الممتاز ويبقى بطوله زي ما قلنا، وعائد من الفلوس دي بيصرف على ايه؟ بيصرف على الدوري الممتاز به والدوري الدرجه الثالثه والرابعه والخامسه زي الناس اللي بره في ثالثه ورابعه وخمسه وسته وسبعه. بدي فرصه يا فندم اوسع قاعدتي، ما انا بدور وفتش. انا عندي كتير والله، عندنا كتير جدا. انا بقول لك اهو بفتش وبدي، احنا من غير ما نفتش عندنا. ما انا بكلمك جدا. لا بفتش وبصرف هناك، دول اللي يستحق الصرف عليهم وتعمل لهم بطولات وتعمل لهم شغل وتعمل لهم ملاعب وتعمل لهم يعني لازم تروح. لكن انت دلوقتي كل هدفك وبعدين كل هدفك هو انه يعني يبقى في فلوس بس ومنتخبات وبتاع، ولا كل هدفك انك تطور الكوره يا فندم؟ بتطور الكوره، التطوير اللي هيجيب لي فلوس، التطوير يا فندم بيتبعه نظام انت حاطه. طب حد يقدر يقول لي يا فندم يعني ايه هو التقرير اللي عملته اللجنه الفنيه مثلا في اتحاد الكوره في اي زمن؟ يعني مثلا ايه قال لك بعد انتهاء الموسم تقرير اللجنه الفنيه لوحظ من خلال الدوري المصري انه ما سجلناش ولا هدف بضربه الراس، عندنا نقص. ما سجلناش ولا هدف بالتسديد المباشر، عندنا نقص. لوحظ ان احنا اداء الانديه كلها يعني الاداء مش متطور، كوره عقيمه. يعني عايز اقول لك ايه، انت بتبص على ايه؟ على منظومه انت شايفها، مش انت جاي تعين حد عشان تجامله في اتحاد الكوره رئيس اللجنه الفنيه مش لاقي له حاجه بره، فانت جايب رئيس اللجنه الفنيه. وبعدين الراجل يبقى عاوز يشتغل وعاوز يعمل حاجه ويعمل تقرير ويقول لك عين فلان وعين فلان وتعين فلان، يخش المجلس لا يا عم احنا مش عايزين دول، هنعين فلان عشان ده حبيبي اللي ماشي معايا، وهنعين فلان عشان ده اللي كان سهران معايا امبارح، وهنعين فلان. المشكله المشكله ماشي، انا لا امانع يا سيدي عين الناس بتاعتك اللي انت، بس يكون يستحق، يكون مش ايه مدرب يفشل مع منتخب مثلا كذا نروح ناقلينه من المنتخب الثاني. ايه يا عم في ايه؟ لم يوفق. طب تعالى انت شايف مدرب كويس يا فندم؟ انا شايف مدرب كويس. طب خلاص يبقى ايه المشكله اللي عنده؟ احنا هنطور، احنا هنجيب خبير الماني، خبير انجليزي، خبير اسباني، حد من الناس اللي فاهمه هيديني يقعد معانا هنا. انا مش الهدف يا فندم ان انا اديك شهاده، والله اقسم بالله ما عايزين. في ناس عندها 750 الف شهاده خبره. الشغل على الارض يا فندم بالتجربه بعيد خالص، يا اما تطلعها على الناس دي بره وتصرف عليها وتعلمها والسهق يرجع لك انك انت هيستفيد وتديله لقواعد الناشئين، يبقى ناس عندها مدربين، مدربين الف يشتغلوا في قواعد الناشئين وياخدوا اعلى مرتبات، ده اللي هيطلع لك. مش تدي للي فوق اذا ما علمتش اللي تحت رسم الملعب ازاي والتكتيك ازاي والكره بتحرك بيها ازاي وبيعمل ازاي، هيتعب معاه اللي فوق. طبعا بدليل ما لاحظتش كل التجارب اللي فشلت في الاحتراف في الخارج؟ لعيبه كتير راحت وما نفعتش، لعيبه كتير رجعت اتصدمت، ولعيبه كتير خد عنها موقف. ده فرانس فوتبول في 2008 عمل التقرير عن عمرو زكي، عن حسام غالي، عن ميدو، واتكلموا عن اللاعب المصري، اتكلموا على اللغه، واتكلموا على الثقافه، واتكلموا على انه محتاج يتطور ومحتاج حاجات كتير جدا عشان يوصل. عشان كده نجح محمد صلاح لو راح قعد ست سنين في سويسرا اتعلم اللغه وعاش اوروبا وعاش وراح وجه وطلع ونزل وخد الدوري بقى عنده خبرات. عشان كده رمضان صبحي لم يوفق لما طلع على طول على الدوري الانجليزي، كان المفروض يبدا على الاقل في دوري اقل ياخد فرصه يتعلم يعيش يكسر المخاوف اللي جواه يتاقلم. كنت هتشوف لعيب قد كده 20 مره. لازم يختلف الرؤيه، لازم تبص انه في دوريات في اوروبا مهمتها صناعه اللعيبه لبرشلونه وريال مدريد وبايرن ميونخ والناس دي، بتبقى عنديهم متابعين وكلاء ناس مهمته بدي لك مقابل انك انت مهمتك تلف لي الكره الارضيه تدور لي على حد. انا عاوز باك رايت بعد سنه، انا عاوز راس حرب بعد سنتين عشان عندي فلان هيبطل كوره. فين الكلام؟ احنا عايزين نعمل دوري بس. كل الكلام اللي احنا بنقوله ده عايزين نعمل دوري. نفسنا نعمل ايه؟ دوري. دوري دوري محترم يكون القرار من داخل الاتحاد. اتمنى انه الدوري يرجع، يرجع مع جمهور. فيما بعد الدوري بكتير. انا بكلم لا عنده فرصه استاذ عمرو الجنايني طبعا، والمجموعه اللي مقبلكم يا جماعه
خدوا قراركم واحسموه مع الوزاره واحسموه وقولوا انه بدءا من الموسم الجاي 2021 خلاص في رابطه محترفين انتهى الكلام وتجهز وراه وتعمل كل الترتيبات وتم فصل الكلام عشان من اجل انك انت ترجع عدد المحترفين يا جماعه. لا لا اربعه ايه؟ ليه اربعه؟ اكتر من اتنين مفيش. ما الناس هتلعب فين؟ يعني انت عندك كل المهاجمين في الدوري المصري من الشمال لافريقيا. قول لي كده حضرتك مين المهاجم اللي كان مع الكابتن حسام بدري في مباراتين كينيا؟ ها؟ وجزر القمر. فين يا فندم؟ وقبل الكابتن حسام بدري، مين يا فندم؟ قول لي مين المهاجمين؟ مين يا فندم في نص الملعب؟ سوري بس، مين في نص الملعب؟ مين البريميكر؟ مين اللعيب؟ النجم عندنا في الدوري دلوقتي في مين؟ فرجان اساسي. ويمكن بشويه طلع حمدي فتحي واتصاب. شويه. مين الباك رايت هنا ومين الباك ليفت هنا؟ تمام. ما انا بقى كل الكلام لا يعني اساسيه بس لكن هو ما بقاش في ماتش لا لا يعني عاوز اقول لك ايه؟ انه لا بلدنا يعني مع كامل الاحتراف الاحتراف على راسي من فوق يا جماعه. يعني اشوف انا الاحتراف ده يعني اضاف لايه؟ هذا المنتخب اهو عندك كام لعيب محترف؟ هم اربعه اللي احنا بنجيبهم تريزيجيه وصلاح وحجازي واحمد حسن كوكا في حد تاني والنني والمحمدي والمحمدي طيب انت تصدرت المشهد في افريقيا وصلت رقم 9 على مستوى العالم واحد في افريقيا ثلاث دورات من 2006 ل 2010 باللاعب ايه؟ باللاعب المحلي بالظبط صح ولا مش صح؟ بالظبط حسام البدري حسام البدري جاي في وقت صعب جدا طب قبل ما ندخل على الكابتن حسام بدري قبل ما ندخل على الكابتن حسام بدري ايه الفرحه العارمه للدكتور عمرو الجنايني امبارح لما شفناه مش اول مره يعني مشاعر يعني عاوز اقول ايه مش عاوزين نقول ايه اصله لو كان فلان وكان يا جماعه يعني يعني بتحصل يعني عاوز مش عاوزين نقف قدام لا انا مش قصدي كده يعني ممكن يكون هو عايز منفذ ان هو يعني عنده المنتخب الاول قلقان شويه وخايف فتوسم بقى خير انتوا اللي هتفرحونا دي الفرحه دي الفرحه الكبيره اللي بيحصل دي الفرحه الكبيره دي الفرحه الكبيره طبيعيه لا فرحه كبيره وكان حزنا كويس ان البطوله كانت على على ملعبنا على ملعبنا على فكره يعني طب دموع كابتن شوقي غريب كابتن شوقي غريب عليه ضغوط عشان ما نضحكش على بعض انا ضغوط وسامع كلام والناس بتتهم وانك انت جاي مجامله وانك انت كذا وانك انت لولا فلان ما كانش يعني عاوز اقول خدت فرصتك مره واتنين ثلاثه يا جماعه يعني عاوز اقول ايه في اوروبا انا نقول الكلام تاني في اوروبا الفاشل بيقفوا معاه لغايه ما ينجح خلاص واللي مش بيتعلم بيعلموه واللي عنده مشاكل بيساعدوه احنا الناجح بنفشله والفاشل بندمره يعني ما ندوش فرصه يعني ايه ممكن يبقى مش يومك وانت لعيب كوره الكوره ايه بالنسبه لك كانت يوم يعني انت ممكن تبقى في يوم ماتش الكوره مدياك التوفيق وتجيب هدف واثنين وثلاثه وتعمل واحده خلاص وتيجي ماتش تاني بتبقى العمليه ايه عندك ايه تعبان مجهد مش قادر حصل عندك اتخبطت في اول الماتش نازل متالف مش يعني عاوز اقول ايه شيء غريب يعني ربنا كافئه بالوصول ده بعمله جديد لانه كانت بالنسبه له البطوله دي نقطه فاصله في مشواره التدريبي تمام هو اجتهد انا بقول لحضرتك هو اجتهد وعمل اللي عليه وربنا كفه واديها له واللعيبه وقدر بالروح بالاخلاص وبالقوه في حاجات عنده فيها مشاكل وعنده فيها في لا في شغل لا منتخب ملوم محتاج شغل اكتر من كده مش عيب نتعلم مش عيب نطور مش عيب نبص على مين بيلعب ازاي نشوف المنتخبات دي لعبتنا ازاي يعني شوف كورتها شوف اشوف اتكلم يعني ايه ما ينفعش تلعب جنوب افريقيا وانت مش عارف تبني هجمه على ملعبك يعني اربع خمس تمريرات الكره طوليه والتاني بيعمل 20 تمريره ده يخليك بعد كده ايه الماتشات دي جيبها تتفرج بس في رئيس محمود يقول لك طب وانا عملت ايه بال 20 تمريره عملت ايه بال 20 تمريره لا لا انا بكلمك يعني في الراي لكن انا فندم. عن نفسي لا, لا. لا الناس عندهم اسلوب لعب معين تخيل نفسك يا فندم تخيل نفسك كده هتلعب بره ملعبك سيبك من هنا عشان ضغط الجماهير والكلام ده برضه الجمهور بيديك الثقه رغم ان اللعيبه اول مره يلعبوا قدام الجمهور ده
فاللي انا عايز اقوله انه لا برضه الجمهور بيحب الكوره. لا محتاجين شغل. لا محتاجين شغل. يعني انت تقول لي ايه اصل احنا بنخبطها كده بتيجي جول فخلاص هي ماشيه معانا. لا مش هتمشي معاك على طول. مش هتمشي معاك على طول. ما كانش عندك تكتك في الملعب وتعرف تدور الكوره ازاي والشغل ده الناس اللي بتحبه، الناس اللي عايزاه. يعني في ناس تقول لك لعبنا ماتش وخسرنا بس انا زيفت كوره. بالظبط. صح؟ ماشي؟ هتقول الوقت ده ما ينفعش فيه، هقول لك لا مش مساله ما ينفعش. مين قال لك لما انت بتلعب بكوره كويسه وتخسر؟ مين قال لك انه هيحصل الكلام؟ هتنجح هتنجح. يعني ايه؟ ممكن يبقى جنوب افريقيا بعد بكره ممكن تبقى هي واخده البطاقه الثالثه من غانا. ماشي؟ فاللي انا عايز اقوله شاور عايز بقينا اسلوب لعب. اه لا لا في اسلوب لعب. اسلوب. لا في اسلوب لعب. انت كلنا اتفرجنا وكلنا شايفين. احنا ممكن احنا عندنا الامكانيات كابتن ان احنا نبقى احسن من كده. عندنا لعيبه مستواها هيأهلها تكون احسن في وضع افضل من كده. عندك 6 لعيبه 7 لعيبه في المنتخب ده ممكن يكونوا في مكان احسن من كده. كابتن شوقي غريب من المدربين اللي بيقعدوا بيذاكروا وبيتعلم وبيسمع. يعني مش كابتن شوقي غريب بص اللي هو بص هقول لك على حاجه دموعه في كل المباريات دي تعبير على وجود ضغط عليه. بس هو لازم يفضي دماغه. ما انا بقول لحضرتك ضغط وهو ربنا كرمه ان هو يعني عمل البطوله. كنت متوقع ان هو يوصل بصراحه. اه ما يعني بصراحه لا كان في قلق. كنت قلقان. قلقان. ويمكن برضو في منتخبات ما جاتش لعيبتها كلها. في لعيبه كبيره ما جاتش اديتها رفضت تسيبها. يعني هتلاقي لما توصلوا يبقى نودوهم ايه؟ طوكيو. لكن دلوقتي يعني هم ضامنين الوصول. مش ده لا قال لك لما توصلوا. لكن انا عايز اقول لك ايه؟ شوقي اجتهد هو وجهازه عملوا كل اللي يقدر عليه. اتحاد الكره وفر لهم مش اتحاد الكره الحالي اتحاد الكره السابق لعبوا اكتر من 19 مباراه ودي منهم على الاقل 12 مباراه رسميه والباقي في مباريات ما اتحسبتش. خدوا كل الفرص عملوا ربنا كافئهم استحقوا ان هم يعوضوا شويه من اللي حصل في كاس الامم الافريقيه المنتخب الاول. التفكير بعد كده هو المهم من وجهه نظري. خلاص وصلنا خدنا البطاقه البطوله بعد بكره ان شاء الله باذن الله تعالى. لكن انا عايز اقول لا محتاج حاجات كتير. محتاج شغل كتير على المستوى البدني على المستوى الفني على مستوى الشغل في الملعب. انا قصدي ان هو دلوقتي مركز في ماتش الماتش خلاص بعد كده محتاج ان هو ايه ودي حاجه صحيه. واعتقد انه يعني زي ما هو عمل قبل كده برونزيه العالم 2001 يقدر باذن الله تعالى ان شاء الله يعمل حاجه في طوكيو 2020. قول لي 3 أسماء ممكن ترشحهم للمنتخب الاولمبي. انا شايف انه في استعجال يا كابتن محمد. في استعجال للموضوع دلوقتي ما تضمنش. اصل انت دلوقتي هتقول لي اسماء واحنا لسه البطوله في شهر 7 مثلا. هنقول رقم 1 محمد صلاح وعندك 2 شوف هو اللي بيقدر يجزم الحاجه دي. كل جماعه طالعين يرشحوا اللي شايفينه من وجهه نظرهم هو ايه اللي يستحق انه يبقى. طب ايه المراكز بلاش الاسماء ايه المراكز المنتخب الاولمبي محتاج؟ لا انت محتاج يعني محتاج في الدفاع محتاج في نص الملعب وبحتاج في يعني اعتقد يعني الهجوم الامور مستقره كويس. نص الملعب ممكن جول كيبر خبره في الماتشات او تعتمد على الشباب تديهم فرصه ممكن. لكن هي يعني تدعيم في الدفاع في نص الملعب. طب انت لو مكان الكابتن شوقي غريب هتعمل ايه؟ تفكر ازاي؟ بسرعه علشان انا عايز اكلمك في المنتخب الاول. احنا اتكلمنا افكر ايه في الاختيار يعني؟ يعني لو انت مكان الكابتن شوقي غريب تكمل بفرقتك ولا انت بتلعب باسم مصر عايز تعمل حاجه جميله لمصر عايز تعمل حاجه كبيره لمصر ان توصل لنهائيات؟ ده حدث يا جماعه. هو ده انا لما يبقى عندي فرصه ان انا عندي يبقى عندي اسم بحجم محمد صلاح تمام بيديني فرصه بيديني من ثلاثة تاني خالص يعني محمد صلاح نقله تاني. محمد صلاح رقم 1 اختيار رئيسي. محمد صلاح رقم شايف انه مثلا نص الملعب يعني في ما بين طارق حامد وفي حوده فتحي اذا رجع بالسلامه ان شاء الله باذن الله تعالى ممكن يبقى اضافه. انت بتتكلم في 7 شهور لسه. بكلمك يعني في فرصه كويسه جدا. الشناوي ولا حجازي؟ لا يعني ممكن لا ممكن حجازي. حجازي؟ سيب حارس المرمى لانه في غير حارس المرمى حالي في 2 بره. في ناس ما خدتش فرصه ما شفناهمش. يعني عمر رضوان اعتقد في حد تاني معاه في ناس تانية ممكن. لكن عمر صلاح عمر صلاح ممكن تبقى ايه تديك ايه
دعم. ممكن تفكر في واحد زي تريزيجيه، يعني تريزيجيه برضو من اللعيبه اللي تقال تضيف لك. بس يلعب فين؟ على حساب مين؟ صعب جدا. مسألة صعبة جدا برضو. برضو عاوز أقول لك على حاجة. يعني أنا وجهة نظري هتبقى دايرة الاختيار في دول. تمام. يعني حتى لو احنا شايفين إن تريزيجيه مثلا موقفه صعب وإنه ما هيلعب مكان مين؟ ها؟ بيلعب في حتة رمضان. ما أنا بقول لك بيلعب في حتة رمضان. هقول لك ممكن هتقول لهم في كذا تفكير برضو، يعني برضو في تكتيك وفي مدرب، ممكن أنقل فلان في فلان أحط يعني أعمل ماشي. لكن هم دول الأربعة أو الخمسة اللي يبقى عليهم إيه؟ أتمنى إن هم يكونوا بحالة فنية وقتها إن شاء الله بإذن الله تعالى إن هم يبقوا حاضرين، يعني منهم ثلاثة على الأقل. لكن عندك فرصة، بقول لكابتن شاوي ما تغلطش غلطة المنتخب الأول في إنه لما راح كأس العالم راح كده راح يتفسح، شايف إنه الوصول كان الوصول لروسيا هو ده الأهم. لا، لم يكن الوصول لروسيا هو الأهم. أنت تحمل عاتق الكرة المصرية وسمعتها، الناس هتتفرج عليك وافريقيا بالذات، فعاوزين لابد مش احنا مش اقل من الناس اللي يعني هتروح معانا كوت ديفوار، وفي منتخب ثالث ممكن يبقى في منتخب رابع، لانه في لسه هيبقى في يعني مع قاره ثانيه من الرابع من مصر على ما اعتقد من افريقيا وحاجه زي كده. فانا عاوز اقول انه لا، لازم يبقى عندك طموح وعندك هدف، وزي ما عملت في 2001 ممكن تعمل ان شاء الله في 2020. تمام، جميل جدا. تعال نروح عايز عندي اسئله كتير جدا، خلي بالك المنتخب اليوم، بس انا عايز اخد رايك بسرعه لان الوقت يعني الحلقه جريت بجد. فعايز اعرف رايك في المنتخب الاول، وعلامه استفهام كبيره جدا وقلق وانا بصراحه مش مع الناس اللي بتقول اصل لسه بدري. انا بقى ليا بدايات كده بشوفها، حتى لو خسرنا بس لينا شكل، لينا هيبه شويه، لينا اسم، لينا ستايل في الملعب. حضرتك شايف ايه؟ لا احنا فرطه فورد. من اي ناحيه؟ اولا يعني عاوز اقول لك انه كابتن حسام جاي في وقت صعب، ده من وجهه نظري، كل واحد له وجهه نظره واحترامه، تمام، عن عينه وعلى راسه، وجاي في وقت منتخب الوطني في ازمه، تمام، من قبل هم يعني ايه، امسك ورقه وقلم واختار لي عناصر، فلما تيجي من الدوري اللي هو يعني مش شغال فيجي لك يتصاب عنصر من عناصر الفروض الاساسيه عندك، حمدي فتحي ومحمد صلاح. ايوه يعني الاثنين بقى، ما انا بكلمك اهو، ما عندكش راس حربه. يعني محمد صلاح كان مع كوبر، هو باصي صلاح. ما هو صلاح. مش احنا قاعد اقول لك العب لصلاح؟ باصي لصلاح. مش طلع انا باصي لصلاح، كان بالزبط. الناس بتضحك وشايفاها كده يعني. بس هي كانت كده مش غير انها كانت كده. لكن على الاقل يعني بص، احنا لومنا على كوبر التحفظ الدفاعي الشديد قوي، رغم ان التحفظ الدفاعي ده هو اللي وصلنا نهائي 2017 في الجابون قدام الكاميرون، وخسرنا النهائي في 10 دقائق من غلطات دفاعيه. من غلطات دفاعيه معروفه يعني، هي مشكلتنا يعني هنلعب. لا انا بقول لحضرتك اهو، بقول من مش اخطاء دفاعيه معروفه، كل الكرات العاليه احنا مش بالظبط حتى في الدوري، حتى في المواجهات يعني بتاعت الانديه الافريقيه هتلاقي عندنا مشكله. وشفت انت امبارح في الدقيقه 27 العرضيه اللي مرت على خط الجول، يعني اي حد كان يعني سبحان الله. هي لازم تحصل هفوات، ما لازم تحصل. ما انا بكلمك مش ده اللي مش بس تكرار، مش ده بالله. فانا عاوز اقول لك حسام البدري جاي في ظرف صعب، وراجع هو نفسه برضو من نقله من كم فتره يعني بعيد عن التدريب ورجع، هيبقى عنده ضغط كبير جدا عليه، محتاج صبر اولا منه هو ان يتحمل النقد، يعني لازم يتحمل النقد، لازم تتحمل يا كابتن حسام، لازم تتحمل الفتره دي، يعني لن تسلم. اذا كان الكابتن جو رحمه الله عليه ما سلمش، ما فيش حد، ما كانش عنده ايه، لا ما كانش عنده فيسبوك، ما كانش عنده واتساب وتويتر، وهتسمع كلام كل الكلام ينال من اجل احباطك، عشان نكون واقعيين. محتاج تشتغل كتير جدا. وانا قلت قبل كده كان الفتره اللي هو بعد فيها كان لابد ان هو يكون حافظ على نفسه
ان هو يطور نفسه كمان. انا دي من الاسباب اللي كنت رافض يعني، ولا على فكره ان احنا هو بص على هو وهو يمتلك ان هو يقدر يعمل كده. طيب توقف الدوري كان مفيد ليه ولا مضر ليه؟ لا انا مضر يعني. مضر ليه؟ مضر لا كابتن، هو فين انت؟ شوف الفتره اللي بعدت فيها دي كلها، انت وجاي تلاعب منتخب. انت شفت الماتشين اللي مديتهم؟ شفتهم طبعا. ها بتاع ليبيريا شفتهم، وقبلهم ايه؟ انا عايز بتسوانا، استنى بس بتسوانا. انا عاوز اقول لك دول اربع ماتشات صح؟ ايه الشيء اللي حزنك فيهم؟ شيء واحد؟ لا في اشياء. ما فيش روح خالص. اشياء ما فيش بص بص ما فيش خالص. بص عايز اقول لك على حاجه، بتلعب كوره مع ناس نسيت الكوره والله. في ماتش كينيا احنا قاعدين بنتفرج، وانت بتتفرج وانا بتفرج، والناس اللي قاعده معانا حوالينا لا يمكن يكون ده منتخب مصر. طب يعني عايز اقول لك ايه؟ لا شوف انت المنظر. خليني اسالك من 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 شكل تاني. حضرتك لما تروح تمسك حاجه جديده عليك، تفضل انت تروح تشتغل على طول، ولا تفضل ان هو يقول لك ايه هندي لك 3 4 ايام كده تتعرف على الناس وتتعرف على الشغل وبعد كده اشتغل؟ ما عندناش الكلام ده. لا ده انا بقول لك يعني. لا لا كلامك صح. لا 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 ده انا بقول لك ايه، انا بقول لك ايه، انا بقول لحضرتك الكلام ده اللي انت بتقوله هو ده الصح. ده بالعكس، ده انا لما اجي اجيبك في مكان لازم اقول لك ايه رايك هنجيبك في الحته الفلانيه، فانت كراجل جاي جديد هتقول طب انا انا بس ليا طلبات. يقول لك نعم، يعني انت بتشرط؟ مش بتشرط، طب ليه طلبات؟ انا عاوز انا عاوز لا مش لا لا انا بقول لك انا عاوز في واحد واثنين وثلاثه واربعه. واحد واثنين وايه؟ وثلاثة وأربعة. فلما تيجي تقول لي مثلا جبت حسام بدري، وحسام بدري هو اللي هيشكل الجهاز الفني بتاعه. هو كان في أسماء ما كانش موافق عليها كابتن حسام؟ قول لي أو لا. في ناس طبعا يعني في ناس فرضت على كابتن حسام معقولة؟ في ناس يعني مش بس ده ما يقللش من الناس. افرض أنا بسألك، أنا جبتك دلوقتي حضرتك مسؤول، تعالى درب فرقة. هقول لك أنا محتاج كذا وكذا وكذا عشان أنجح صح. لك. أنا لا أقدر أتدخل، أقول لك هات معاك مين مدرب العام؟ لا طبعًا. ولا مدرب مساعد؟ لا طبعًا. ولا مدرب حراس المرمى؟ لا مرمى؟ طبعًا. ولا أنت بتجيب الناس اللي أنت تعرفها؟ أنا بجيب الناس اللي تشتغل معايا. صح؟ بالظبط. تمام؟ بالظبط. ولا في حاجة تانية؟ لا مفيش حاجة تانية. الأهلي لما النادي الأهلي تعاقد مع فايدر أو هو ممكن يقترح عليا اسم هيفيدني أكتر فأقول له أوكي. ماشي خلاص. لما الأهلي لما يعني فايدر جه جايب الجهاز، مش أنا جايب الجهاز كله؟ بالظبط. هل ده يقلل من كابتن محمد يوسف على مشواره؟ خالص خالص. يقلل مع الناس اللي مشت؟ خالص. كابتن سامي قمصان؟ خالص. ماشي. هل ده يقلل من حاجه؟ وسامي قمصان موجود. موجود مع فايدر. محمد يوسف. محمد يوسف هو اللي مشي. تمام. ومدرب حراس المرمى كابتن طارق سليمان في مدرب موجود معاه. هل ده يقلل من اي حد؟ خالص. ولا انت شايفني بتقول لي انا عاوز انجح؟ فاقول لك اتفضل خد كل فرصتك عشان تنجح. لازم اعمل لك كده. خلاص اعمل لك كده عشان احاسبك بعد كده. بعد ما انا احاسبك ازاي؟ بالظبط. كل الموجودين في الجهاز المنتخب الحالي مطالبين بمزيد من مزيد من العمل. يعني مزيد من العمل يعني لازم كابتن حسام بدري يقعد يتفرج على الاربع ماتشات دول طول الليل والنهار. طب معلش سؤال. سؤال. ليه كابتن حسام موافق ان هو يتفرض عليه اسماء مش هتنجحه؟ او انا اسف في التعبير، مش هتنجحه، ان انا حاسس ان انا الاسماء اللي جايبها هي هتنجحني، ليه وافق؟ وهل قبل ده بقى قول لي او لا، ايهاب جلال جاني ولا مجني عليه؟ ايهاب جلال؟ جاني ولا مجني عليه؟ لا مجني عليه. طيب الكابتن حسام بدري ليه وافق؟ مش بساله هو ليه وافق، انا جاني فرصه ان ارجع تاني. ما طب ما دي مش صح يا زلمه. بس انا جاني فرصه ارجع تاني. ده مش صح. ما انا بس انا جاني فرصه ارجع تاني. ولما تقول لي مثلا معلش فلان ما إيه 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 هنا تيجي عقليه اللي بيدير. عقليه اللي بيدير ايه؟ لا منظومه الكوره. انا اول مره بقى اختلف معاك. لا سؤال بس يا فندم، سؤال انا فاهمك والله. عقليه اللي بيدير الكوره يا فندم. تمام. هو المفروض كان يديله فرصه ايه؟ خلاص يا عم خد شيلتك وشيلها، خد شيلتك وشيلها. لكن في حاجات يعني مش عاوز اقول لك ايه، مش هتفيد المشهد ان احنا نقولها. حسام بدري ها؟ ماشي. حاسس احتاج عودته للتدريب مرة أخرى واختيار مدير فني منتخب مصر، دي عودته للحياة. تمام. طبعا مش عايزة كلام. وهو حتى هذه اللحظة لسه حسام بدري ما رجعش. يعني مش ده حسام بدري يعني اللي كان مثلا في الأهلي. يعني بس طبعا إيه كان معاه جيل إيه؟
يعني هنقعد نتكلم ونعدد، خد دوري، خد بطولة افريقيا، لعب فاينل قدام الترجي ما شفناهوش تاني ماتش يعني، وكان معاد بركاته وبتركه بره على الدكه، ولعب بحاجه تانية خالص غير الناس متوقعها. فانا عاوز اقول لك ايه، هيحتاج وقت، اتمنى ان الوقت يسعفه. اتمنى هيسعفه امتى؟ لما الدوري ينتظم. توقف لغايه شهر 8 اللي جاي. انا كان قصدي بدء كمان على فكره، بس عاوز اقول لك على حاجه. انا بقول لك ايه، اتفضل، تصفيات قرعه كاس العالم. ها فالدنيا تهريج. انا بقول لك عمليا ما فيهاش تهريج غير البطوله الافريقيه. لا خلاص، لا ما فيش حياه وموت. بص يا رئيس، محتاج ان هو من النهارده، من وقت بعد ما رجع من جزر القمر. ها وبقول للناس يا جماعه، طب لو مشينا حسام البدري زي ما الناس بتطالب، يمشي وفاشل ومش عارف ما عمل غلط، الكلام ده مش في الصالح انك تتمشيه. قبل المهمه يبقى قبل المهمه، في اخطاء، في اخطاء، طب نصلحها. اه نصلحها، يا الناس تقف تصلح ونعدل ونشوف هنعمل ايه، يا الناس خلاص كده هنجيب برضه مدرب اجنبي. كان الكلام ده يتم من الاول، كان الكلام عن بحث عن مدرب اجنبي يتم من الاول. هو احنا دفعنا فاتوره كاس الامم الافريقيه ليه يا كابتن؟ انت مشيت مين؟ مشيت مين يا فندم؟ مشيت كوبر. وعملت مؤتمر تاني يوم، تالت يوم لينا مين؟ اجري. ده ما اديناش فرصه، يعني انت ايه؟ طب ما تجيبش ليه مدرب صغير السن؟ يعني ايه؟ مدرب 45 سنه 50 سنه عاوز يعمل، ناقش عنده فكر ليه فكر؟ على طول جاهزه. لا بص عايز اقول لك على حاجه يا عم، هاته يعني انت بتدور على ايه؟ لازم بتدور. لا يا فندم انا بقول لك إيه؟ لا انت بتدور على اسم ولا بتدور على حد يعمل لك اسم؟ تجيب المدرب اللي عاوز يعمل اسم. حسام انا بكلمك زي فايلر كده. انا بقول لك اهو، حسام البدري في محنه حاليه، محنه الظروف وضعته فيها، اداء متراجع على المستوى الاغلب، اللعيبه دوري غير منتظم. استاذ محمود، الدوري توقف كام يوم يا استاذ محمود؟ الدوري توقف كام يوم؟ طب انت عد بقى من وقت وقفه الدوري يا كابتن. طيب يا قلبي، ما احنا مش لا عد يعني، انا فاهم، انا عاوز يعني انا عاوز اقول حاجه، لو الوقت قليل يقول لك اصل انا ما لحقتش اشتغل مع الفريق، لو الوقت طويل يقول لك اصل كان في توقف كبير جدا. عاوز اقول لك على حاجه، المفروض ان اخد توقف. انا عاوز اقول لك على حاجه، انا بقول لك ايه محنه يعني اصابه يعني ابتعاد صلاح، دي مشكله. دي مشكله طبعا طبعا. انا مش بضحكش بس على بعض. مشكله. طب هو حسام البدري قال لتريزيجيه وانت منفرد ما تحطش الكوره في الجول؟ لا طبعا. ها؟ انا بسالك سؤال اهو. طب هو قال كهربا وانت ونبي شوتها ونبي حطها بس في العارضه وهي تطلع تنزل وتطلع؟ طب هو قال في ماتش كينيا فرص مثلا، ها الكام فرصه اللي جول؟ بص بص انا انا بس عاوز اقول لك ايه، حضرتك قلت في الاول حاجه مهمه جدا. قلت الاسلوب. الجماهير لازم تتمتع بالكوره، لازم. ما انا بكلمك لسه اعتقد ان هو عارف ان هو لغايه دلوقتي ما حطش ايديه على المنتخب بصوره كامله. اكيد هو محتاج يتساند، محتاج ان هو يستحمل النقد. وبقول له اتناقش يستخدم. وتحمل، ولازم تشتغل، لازم. والست سبع شهور دول مش هيبقى نوم، ولازم يجيب اللي هو عايزه. لا لا ما انا بكلمك، لازم يقول يا جماعه انا عايز. يعني عاوز اقول لك ايه، يعني الناس قاعده تقول لك ايه، السنغال لعبت مع مين؟ مع البرازيل، وانت لعبت مع بوتسوانا، واحنا ينفع يا جماعه نجيب البرازيل؟ طب ينفع نلعب مع الارجنتين؟ طب ينفع تلعب مع منتخب اوروبي وتتبهدل؟ ايوه نتبهدل. انا بكلمك اه، افكرك ولا افكركش؟ فاكر الكابتن جوهر لما المنتخب شال سته وده بعد ومشي؟ طب لما شال من رومانيا ثلاثه بيقول لي دلوقتي زميل العزيز يعني. يعني عاوز اقول لك ايه، مش عاوزين ايه، ها نعدم حسام البدري ونحمله كل الخطايا؟ لا ارجع، وانا بقول لك اهو، قول لي مين في نص الملعب بتاعك، قول لي مين راس حربتك، قول لي مين باك رايت بتاعك، قول لي مين الباك ليفت بتاعك، قول لي يعني حاجات كتير. انت ما... لا انت اعمل حسابك الاربع الجاي تبقى موجود معانا ان شاء الله. الوقت جري بجد، الوقت جري، وكمان عدينا الوقت، فان شاء الله عايزين نكمل الكلام في القضيه دي. حلقه جميله جدا وعدت بسرعه جدا، واتكلمنا فيها كلام مطلق لكن كلام مفيد قوي قوي. انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله هستناك ان شاء الله. اكيد ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بالاهرام، بشكرك شكرا جزيلا، وارائك فعلا مثمره جدا، وكلامك كله في الهدف والمصلحه العامه. شكرا جزيلا. شكرا. دي كانت حلقتنا معاكم النهارده، الوقت جري بسرعه جدا لكن اتكلمنا اكيد كلام اعتقد ان حضراتكم يعني كنتوا مبسوطين بالكلام. ان شاء الله نكرر
الحلقه مع الاستاذ محمود صبري ونتكلم في قضايا اكتر واكتر، قضايا بتمس الكره المصريه وبتمسها من جذورها كمان. عايزين نرتقي بالكره المصريه عشان تكون زي ما الاستاذ محمود قال، يعني ترتقي لمستوانا احنا كمصريين والبلد وانجازاتنا وتاريخنا الكبير جدا. شفت جزر القمر نفسهم، ناس كانت فرحانه لكن اللعيبه كانت زعلانه، زي ما بدات معاكم في الانتر اللعيبه كانت زعلانه عشان كانت حاسه ان هي ممكن تكسب منتخب مصر. نشوفكم على خير بكره ان شاء الله ومع الف سلامه.